واقع مأزوم يعيشه أساتذة وطلاب الجامعة اللبنانية، ففي ظل الشلل الحاصل في كلياتها نتيجة الإضراب المفتوح، يطرح الجسم الأكاديمي سؤالا جوهريا، هل يريد المسؤولون أن يبلغ الأستاذ الجامعي حد الفقر المدقع ليتحركوا من بعدها؟ وهل تهدف خطتهم إلى إقفال الجامعة نهائيا والقضاء عليها وعلى من فيها؟ لازم يكون راتب الأستاذ الجامعي 8 ملايين ليرة ونص. نحن بهالواقع عم نطلب بنص هذا المبلغ، يعني عم نطلب بأربع ملايين لأربع ملايين ليرة ونص. عم يعرض علينا 3 ملايين ليرة، و3 ملايين ليرة هي بتوازي الأستاذ الجامعي بخط الفقر، بينما يعرض على المتخرج الجديد وحامل الدكتوراه الجديد مبلغ 3500 دولار في معظم والعديد من الجامعات الخاصة. وفي حين أن مجلس الجامعة معطل منذ عام 2000، تبقى الجامعة خاضعة لسلطة مجلس الوزراء. المشكلة الأساسية في خلاف السياسيين، كل واحد من السياسيين بده يعين الناس يلي بخصوه بهالجامعة اللبنانية، وبعد ما يعينون بيختلفوا على آلية استمرارية عمل هالأشخاص هيدي. المطلوب من مجلس الوزراء أن يأخذ بعين الاعتبار بأن واقع التعليم العام في الدولة اللبنانية هو إلى زوال تدريجي إذا لم يتدارك المسؤولون هذا الواقع عبر إرساء قواعد وأسس سليمة لتحفيز استمرار عمل الأستاذ الجامعي والموظف الإداري في هذه الجامعة. وأشار حنا إلى رفع كتاب مفتوح إلى الرؤساء الثلاثة يتضمن واقع الجامعة اللبنانية وأساتذتها بالأرقام.